الأمر الأول المتعلق بزكاة الفطر، أن زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، هذا عند المالكية، وعند غيرهم من أهل العلم قالوا تعمم حتى على الأصناف الثمانية. ولكن هناك معلومة مغلوطة عند فئة عريضة في المجتمع أن الزكاة تعطى للأيتام، وهذا خطأ. ليس عندنا من مصارف الزكاة مصرف اسمه الأيتام. الأيتام وهم الذين مات أبوهم وهم دون سن البلوغ، هؤلاء إن كانوا فقراء أعطوا من الزكاة بصفة الفقر، وإن كانوا أغنياء لم يعطوا من زكاة الفطر ولا من زكاة المال. فنحن أحيانا تغلبنا العاطفة، تغلبنا العاطفة ونقول والله فلان يعني الأولاد يعني أولاد فلان توفي والدهم وتركهم أيتاما، فتجد الناس يجمعون لهم زكاة الفطر. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر، لا، ليس كل يتيم يعطى من مال الزكاة. إذا كان اليتيم فقيرا لم يترك له أبوه ما يستغني به وليس عنده مال يخرجه عن حد الفقر، فيعطى من الزكاة حينئذ بصفة الفقر. أما مسألة يتمه فهذه لا نلتفت إليها أصلا في مسألة الزكاة، فلننتبه لهذا الأمر. ويعني رأيت عدة حالات، ناس أناس يسألون مثلا والله عندنا جارنا دار حادث وتوفي في حادث شنيع، والآن احنا بنلموا زكاة الفطر لأولاده. كويس، السؤال هل هم فقراء؟ أيتام يا شيخ، أيتام. هل هم فقراء؟ يقول لك أيتام. يظن بعض الناس أن مجرد اليتم، مجرد اليتم يكفي لإعطاء الزكاة، لإعطاء زكاة الفطر. فانتبهوا لهذا الأمر، لابد من التحري. الزكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، الفقير يعطى من الزكاة سواء كان يتيما أو لم يكن يتيما، كان ذكرا أو أنثى، كان عاقلا أو مجنونا، يعطى ما دام فقيرا. أما اليتيم فلا يعطى من الزكاة لمجرد اليتم، لأنه ليس عندنا مصرف اسمه مصرف اليتيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا اليتيم تجب عليه زكاة الفطر هو أيضا. زكاة الفطر كما ورد في الحديث الصحيح أو يعني فرض حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر على كل ذكر وأنثى صغير أو كبير من المسلمين. فتعطى زكاة الفطر يجب إعطاؤها على كل شخص مسلم ولو كان عمره يوما أو أقل من ذلك، لكن لا تعطى عن الجنين، لأن جمهور العلماء يقولون لا تعطى عن الجنين. فالآن بعض الناس أيضا يظن أن زكاة الفطر تجب على الأغنياء فقط، لا، انتبهوا لهذا. ولهذا قال علماؤنا من كان له قوت زائد عن يوم العيد يجب عليه أيضا إعطاء زكاة الفطر. ولهذا أعتقد في بلادنا أن 99% من الفقراء في بلادنا يجب عليهم هم أيضا أن يدفعوا زكاة الفطر، حتى وإن كانوا أغنياء هم سيأخذونها بصفة الفقر، ويجب عليهم أن يعطوها، أي أن يعطوا زكاة الفطر عن أنفسهم. لماذا؟ لا أقول لأنهم أغنياء، لأنهم لهم قوت زائد عن يوم العيد. فانتبهوا لهذا الأمر. بعض الناس يظن أن من يأخذ زكاة الفطر لا يعطيها، بمعنى يقول لا أنا كيف نطلع زكاة الفطر على نفسي وصغاري، أنا ناخذ في زكاة الفطر، ما المشكلة؟ خذ زكاة الفطر ثم ننظر هل عندك قوت زائد على يوم العيد. الآن احنا في ليبيا لا أعتقد أن عندنا فقيرا أصلا ليس عنده قوت زائد عن يوم العيد. عندنا فقراء نعم أكيد، ولكن عندهم قوت يوم العيد. شو معنى قوت يوم العيد؟ ما يكفيهم لهم ولأولادهم من الطعام في يوم العيد. فيا أيها الفقراء، يا من تنطبق عليكم شروط الزكاة، ويا من أباح الله لكم أخذ زكاة الفطر، يجب عليكم أنتم أن تؤدوا زكاة الفطر عن أنفسكم وعن زوجاتكم وعن أولادكم الذكور القصر
والبنات اللائي لم يتزوجن ما دام أن لكم قوتا زائدا عن يوم العيد. وأعتقد هذا أمر يعني ينبغي حتى على مكاتب صندوق الزكاة أن تنبه الفقراء الذين يأتون ويأخذون زكاة الفطر، ينبهون يقولون لهم هل أخرجتم زكاة الفطر؟ فإن قالوا أخرجناها أو سنخرجها الحمد لله، فإن قالوا نحن فقراء هنا يعلمون نعم أنتم فقراء، لكن هل عندكم شيء زائد عن قوت يوم العيد؟ كما ذكرت نحن في ليبيا يعني كل الفقراء عندنا لهم قوت زائد عن يوم العيد، لأن هو قوت يوم العيد ماذا؟ ما يكفيه من الطعام له ولأهله في ذلك اليوم. وإحنا الآن يعني كل الناس عندنا حتى الفقراء تجد عنده شيئا من الدقيق ومن الطعام ومن كذا ما يكفيه أحيانا حتى لشهر أو لأزيد من ذلك، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر. إذن الخلاصة ليس كل يتيم يعطى زكاة الفطر، بل لابد أن يكون فقيرا، ولا ننظر إلى اليتم، إنما المنظور إليه هو ماذا؟ الفقر. الأمر الثاني أن من يأخذ زكاة الفطر لفقره إن كان له ما يزيد عن قوته يوم العيد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجته وأولاده. بل قال علماؤنا إذا كان له شيء زائد عن قوت يوم العيد ولو لقوت نصف اليوم الثاني فقط قالوا يجب عليه إخراج البعض، وإن كان المسألة فيها خلاف فيجب أن ننتبه لهذا الأمر.